بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه الخضر والبيوت المحميه، اهلا وسهلا بحضراتكم. والنهارده بس كنت عايز اعلق على حاجه كده في عجاله، يعني تمام. الحاجه دي خاصه بالخيار الشتوي. في الحقيقه الخيار الشتوي السنه دي حصلت فيه مشكله، والمشكله دي اعتقد ان هي يعني موجوده في كل الدول العربيه وعند كل الناس اللي هي زرعة خيار في بيوت غير مبردة، يعني تمام، إن كانت بيوت بلاستيكية أو خلاف أو صالات كبيرة. المهم يعني المشكلة دي في إيه يا جماعة؟ المشكلة دي بصراحة محدش له دخل فيها، يعني هي حصلت كده من عند الله. المشكلة هي إن إحنا للأسف الشديد واخدين إن إحنا أفضل معاد لزراعة الخيار الشتوي إن هي 15 أكتوبر، تمام؟ للأسف الشديد الجو ما يزال حر، إحنا لابسين بنص كم اهوت، يعني الدنيا ما شاء الله حر، يعني ما زال الجو حر، يمكن بالليل برد شوية صغيرين كمان، يعني درجة الحرارة ما تزيدش على 15 أو كده. فالجو ده بصراحة بالنسبة للخيار الشتوي هو ممتاز للخيار الصيفي، تمام؟ وانا عندي خيار صيفي زرعه ما شاء الله حاجه محترمه جدا والدنيا كويسه خالص، يعني تمام، او بالادق الخيار الخريفي يعني تمام. بل الخيار الصيفي دلوقتي انا زرعه كمان كويس جدا، ما فيهوش اي مشكله حتى الان، ما حصلش اي مشكله، لا توقف للنبات ولا الانتاجيه قلت ولا اي حاجه خالص. طالما الري مظبوط وبرنامج التسميد مظبوط والمكافحه مظبوطه، الخيار الصيفي حتى الان كويس جدا، تمام. بالنسبة بقى للمشكلة اللي حصلت في الخيار الشتوي، ان احنا معاد الزراعة للأسف الشديد انا بقولها ان ما عادش ينفع لو الجو هيستمر على بالطريقة دي، يعني ما عادش ينفع حاجة اسمها نزرع خيار شتوي بداية من 15/10. لا، احنا الخيار الشتوي للأسف الشديد هنبدأه من اول شهر 11، 10/11 كمان، علشان ما يحصليش مشاكل بالنسبة للخيار الشتوي. خيار الشتوي معروف ان هو يعني المربي اللي اشتغل على جميع انواع الخيار الشتوي بيشتغلوا على ان قصه العقد بتاع الثمار والكلام ده هو ما بخصهمش قوي بالنسبه للبروده، يعني هو بيشتغل على البروده، يعني عايز الخيار يتحمل البروده، الخيار النمو بتاعه يبقى كويس بالنسبة لدرجات البرودة العالية، يعني مش العالية يعني ينزل تحت الصفر، لا، ولكن في العشرة والكلام ده يبقى كويس، تمام، شغال بينمو، الثمرة بتاعته بتنمو كويسة، الانتاج بتاعه الى حد ما كويس، تمام. هو المربي بتاع الخيار الشتوي اشتغل على كده. طيب هو دلوقتي ابتدى الحر يجي، يعني واحد امبارح مصور لي خيار من الاصناف المحترمة جدا هشام، فبيقول لي ان الصنف بينفل مني، في تنفيل كتير جدا والانتاجيه يعني مفيش بسبب التنفيل، لان اصلا الخيار الهشام بالذات معروف ان هو صنف شتوي صريح، تمام، يعني صنف شتوي صريح. طيب لما دلوقتي يقابله درجه الحراره بره دلوقتي 25، تمام، الظهر مثلا بتوصل ل 27 28 تقريبا، داخل البيت المحمي بتكون قد ايه؟ بتكون عالية جدا، وكمان التهوية ما فيش تهوية أساسا صناعية، فبالتالي في مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للخيار الشتوي. المشكلة دي تتمثل في إن احنا زرعناه بدري، تمام، ولذلك من هنا ورايح بإذن الله تعالى ممكن نعتمد اعتماد كبير جدا على إن احنا نزرع عروة خريفي، والعروة الخريفي دي اساسا مش هتتشال الا في نص شهر 12، لان لحد دلوقتي الدنيا كويسة جدا، يعني انت النهاردة لو زرعت خيار في نص 8 او اول 9 او 9 هتاخد منه اول 10، تمام، يعني انت لو زرعوا شتلات في اول 9 يبقى اول 10 هتاخد منه، تمام، هتجمع منه 10 و11 وهتجمع منه كمان نص 12 لو انت حافظت عليه. يا سيدي بلاش كده، خليك هتزرعه في اول 9 هتاخد منه نص 10 ونص 12 وشهر 11 كله، يعني 60 يوم بتجمع فيها، اعتقد ان هو مش وحش خالص بالنسبه للخيار الصيفي كمان، يعني بلاش حتى الصيفي او الخريفي، وهتبدا تزرع خيار شتوي بدايه من 15/10 او اول 12 كمان لو انت عندك خيار شتلات.
لو ما فيش ستلات يبقى امرك الى الله، تزرع في اول 11 وامورك هتبقى كويسه، تجمع منه في نص 12 او 20 12، هتبدا تاخد واحد واثنين وثلاثه، لان برضو ابتدى واحد واثنين وثلاثه الانتاجيه بتبقى قليله فيهم، لان حتى شهر 3 مارس بيكون برد في مصر وبرد شديد جدا بتجيله، فالمواعيد اختلفت. قصدي الكلام من كل الملخص هو المواعيد اختلفت، فنبدأ نرجع شوية بقى، يعني نبدأ كل حاجة راح قالها كده على ما أعتقد أنا، في اعتقاد الشخص هنأخرها يعني شهر كامل أو 35 يوم، قد تصل ل40 يوم كمان، لأن أنا النهاردة المفروض شهر 10 ده بيكون برد، أنا النهاردة 20/11 أو 19/11 ولابس نص كم وما عنديش أي مشكلة خالص، تمام؟ بنطلع نصلي دلوقتي الفجر، بنصلي واحنا لابسين نص كم، حاجة ما تعودناش عليها ولا شفناها قبل كده، فديا يعني بتعمل لي مشاكل بالنسبة للخيار الشتوي، بحيث ان انا اصبح عندي الخيار بيبدأ يجري بسرعة، تمام، لان درجة الحرارة مرتفعة داخل البيت المحمي، التنفيل فيه بيزيد، يعني فيه مشاكل كتيرة جدا، فعشان كده كل القصة بتاعت التنفيل وبتاعت النبات النمو بتاعه سريع، كل ده بسبب درجة الحرارة العالية، بسبب درجة الحرارة العالية بتاعتك، فما تقلقش من القصة دي، مجرد إن شاء الله الجو مدي شوية برد بالنهار هتلاقي أمورك بقت كويسة وكويسة جدا، ويعني لا احنا نبتدي من هنا ورايح نقيم الموضوع من أول وجديد خالص، واللي أي زراعي إن كان أو حتى رجل الشارع العادي إذا ما كانش ملاحظ إن في تغيرات مناخية، وتغيرات مناخية للأسف الشديد للأسوأ مش للأفضل يعني، تمام؟ للأسف الشديد بيبقى مش عايش معانا. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.